عليكم. أنا قايل السنو الأحمد راجم العوزة ساكن في العوزة وخارجين فهم في القرى. أنا أقول يمثلهم ويستقلوا وعدوا الزراعة وعدوا سردين وعدوا منخل وهذا المشروع اللي قالوا بصك وبدلوه بس ثاني أنا ما نعرفه ما عدى بشي سمعتنا فهم ما عدى بشي لن يعلم شي فهم حد استفاد منه ولا استفاد منه يقولوا عاد اللي فهم الشيء وده أنا حسيت به ما في محد عدى له عمل ما حسس به ولا في محد عدى العمل ما سبسوانا ولا يعلم بعمل عدلوا فهم حتى مغلي الشيء اللي نسمع خبرهم ما سمعت منهم عدد فيهم شيء أسبوع سنة